عثمان عند علي ومرت عمي مرضاني، لا دواء ولا دكتور قدران يجيب لها. التزامات الأولاد ومصاريف المدرسة، وعندي نواقص كتيرة بالبيت بدها جبل مصاري، وهالكم ليرة اللي معي راحوا. انت ست قوية وعاقلة وبتقدري تطلعي من هاي الأزمة، شو رح تعملي؟ بدك تتأقلمي. ما رح يمشي الحال، أنا هلأ قررت لازم أدور على شغل. انت ما رح تعرفي، بحياتك ما اشتغلتي، كيف رح تقدري؟ ما بعرف كيف سهيلة، أنت ما بتعرفي لي شي شغلة؟ بمصنع أو بمحل؟ بعرف كتير نسوان عم يشتغلوا من حارتنا. بصراحة هيك ما بعرف، الشغلة مانا سهلة والمصانع عنا ما عاد وظفت. خطر ببالي شي، بس شو عم يخطر لك؟ في شغل ايه؟ بس ما بعرف إذا رح تقدري تشتغلي. قولي لي شو هو؟ يعني في نسوان بتروح على البيوت لحتى تنظفها، يعني مانا سهلة إنك تروحي على بيت تنظفيه غير بيتك. تقيلة كتير، اعتبريها بداية ومنا بتدوري على شغل أحسن. وهيك رح أعمل. أنا بعرف وحدة ست وبحكي معها إذا أنت قبلتي. قبلت، حاكيها. تمام، بحاكيها وبخبرك. الموضوع بيناتنا سهيلة، ما بدي حدا يدرى. الولاد إذا عرفوا. لا تاكلي هم، سر كبير. تسلمي. جميلة، أنا شلت لكم كم قطعة تياب على جنب، جاكيت وشال وكم بلوزة، يعني بتعرفي الشتوية باردة والنضة. لا تخجليني. يعطيك العافية. أهلا وسهلا. أهلين فيك. عثمان، عثمان، شو عم يعمل انت بين وسخ؟ انت عم يلعب هون بين شغلات وسخة كتير؟ شو معك؟ معي شغلة لأمي وأبي. أنا أعطيني إياها. ما بدي، بعدي عني. عم قلك هاتا، هذا اللي شوفه أنا. لك وقف عثمان بقى، عثمان وقف. أعطيني الصورة. ما بدي. عثمان وقف. دب. عثمان
زيل زيل لتحت زيل لتحت أنا قلت ما بدي أنا قلت نزيل يعني نزيل ما بدي أنت ولد عاقل كتير يابس يلا نزيل إن شاء الله بتطقي إذا بدك نصيحتي روح انتحي راسك بالحيط عثمان هلأ بتنزل لهون على أرض لو سمحت